السلام عليكم. السلام عليكم. اسم سهام محمد، صفتي بالمستشفى رئيس هيئة التمريض بالمستشفى. في إطار سعي إدارة المستشفى للتطوير من الأقسام، تم تنسيق بالإدارة من وزارة الصحة لتوفير الأجهزة وبعض المعدات الطبية، يعني بتخص قسم النساء والولادة، قسم الأطفال، قسم الحضانة، وتم استلام من الوزارة عدد 5 حضانات، جهاز تخدير متكامل، 2 عدد جهاز المونيتور اللي هو المراقب العلامات الحيوية، 2 عدد تخطيط قلب، جهاز العلاج الضوئي اللي هو الفيتوثيرابي، وعدد يعني لا بأس به من البدل الطبية والبلطوات الخاص بالطاقم الطبي. ونشكر لإدارة المستشفى لسعيها التطور من الأقسام، وشبه نص الأقسام تشتغل 24 ساعة، والحمد لله.